التوقيف الإداري، يعني أنا بدي أحكيها بكل صراحة وعلى محطتكم، ليس بيد الحاكم الإداري. بيد مين؟ ليس بيد الحاكم الإداري، إنما يقرره مجلس الأمن اللي في داخل المحافظة. في كل محافظة مجلس أمني يقرر بأنه الضابط العدلية ترى أسبقية ذاك الشخص. المجلس الأمني مكون من مين؟ من المحافظ ومدير الشرطة ومدير الصحة ومدير، يعني من مجموعة مجلس أمني ومدير مخابرات في المحافظة، ويقرر ذلك.